طبعا رحت لمحامي واتكلمت معاه في موضوع الحضانه، بس اول ما اتكلمت معاه في حوار ال 40,000 جنيه مفردات مرتب ده، الراجل افتكرني باخدهم بجد وبضحك عليه عشان ما تفعلوش فلوس كتير. انت متاكد ان انجي هتعمل كده؟ امال مجنون وبيتهيأ لي يا سمير. انا حاسس ان في حد مالي دماغها عشان كده بتبعدني عن طريقها، بس نقبها هيجي على شونه. وانت عرفت منين ان هي بتفكر فيا؟ ايه؟ قصدي يعني ان هي بتفكر في حد تاني. مالك خضتني؟ هو احنا تلامذه يا شعبان، بس وحياة اللي خلفوها ما هخليها تتهنى عليه، هفرمه بجذبتي زي الصرصار. يا عم مالك بس، مالك متعصب ليه؟ ده هتلاقيه عيل تافه سيكي ميكي ولا يسوى. المهم المحامي عملت معاه ايه؟ اتفقت معاه على كل حاجه، بس عايز 30,000 جنيه، انا ما معيش منهم غير 10. ما معكش 20,000 سلف يا سمير؟ على عيني والله. انت عارف انا كمان ما اقدرش احرم العيال من امهم، وبعدين الفلوس يا ريت رجاء متكوشه جزء في البنك وجزء في الخزنه بتاعتها. يعني المحامي لو خد الفلوس هيجيب العيال من امهم وانجي تبقى عايشه لوحدها. ايوه يا شعبان،